بهدف ترسيخ نهج تعاوني وتبادل ثقافي بين الأردن وإيطاليا. وبدعوة من السفارة الإيطالية في عمان، افتتح سعادة السفير الإيطالي جوفاني براوزي في قاعة رعية سيدة البشارة في جبل الويبدة معرض اللوحات الفوتوغرافية التي تجسد الوجود المسيحي في المنطقة العربية، بحضور المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن السفير البابوي لدى الأردن والعراق، وسيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وعدد من السفراء الأجانب لدى البلاط الملكي، وجمع من الصحفيين والمهتمين بالفن التصويري. ويسعى هذا المعرض الذي يقام سنوياً في الأردن إلى تشجيع تبادل الأفكار مع الجهات الفاعلة المحلية من علماء وفنانين وعامة الناس. طبعاً بعد هذه الصور تدل على الدمار الذي حدث مؤخراً، بعدها والقليل منها يدل على وضع أفضل من الوضع المأساوي اللي عاشته سوريا والعراق. أعتقد أنه عدد مع تناقص عدد المسيحيين بالشرق الأوسط يزداد الاهتمام العالمي بهم، فهذا المعرض والصور عن الحضور المسيحي في السنوات الأخيرة يدل على اهتمام كبير من ناحية إيطاليا والسفارة الإيطالية في عمان بالحضور المسيحي في الشرق الأوسط.